ذاك الصالح يتوسل إلى الله من هذا الباب، باب الرحمة، فيقول: اللهم إنك تقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم، وأنا تبت من بعد ظلمي فارحمني. يتوسل إليه بهذه، فإن لم أكون أهلا لذلك فإنك تقول وكان بالمؤمنين رحيما، وأنا مؤمن فارحمني. فإن لم أكون أهلا لذلك فإنك تقول ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فارحمني. فإن لم أكن أهلا لذلك فأي مصيبة أعظم من مصيبتي؟ أن تضيق عني الرحمة التي وسعت كل شيء فلم تسعني، فهذه مصيبة. وأنا أقول كما علمتنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنت تقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فارحمني. يتوسلون إلى الله من كل سبيل بصفة رحمته ورحمته.